ثاني مواجهات اللي تجمعوا ديما فريق الجيش الملكي ومع فريق الوداد تيكونوا في مقابلات قويين. اليوم حنا ولا فريق الجيش الملكي كنا تنطمحوا باش ناخذوا ثلاثه النقاط، يعني هذا هو اللي صعب شويه المقابله. كنا كما قلت كنا تنتمنى باش اننا ننتصروا. كاين كيما غادي نهضر على فريق الوداد، يعني كاين انتدابات، كاين لاعبين اللي جاوا جداد، انسجام بدا تيحصل ما بين اللاعبين. اليوم كانت مقابله جيده، يعني تمكنت باش انني نسجل. كنا ما كناش باغيين نخسروا هذه المقابله، كنا باغيين ننتصروا، ولكن التعادل يعني تم نصيف الفريقين. يعني اولا يعني الجمهور ديال فريق الجيش الملكي انا تنحترمو، عنده مكانه في القلب ديالي، يعني دوزت معاهم ذكريات اللي تبقى جميله في الذاكره ديال العلاوي. اليوم كما قلنا يعني المقابله كنا باغيين ننتصروا فيها ما كتبش، فنتمنى ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله اننا نحفظوا النقاط ان شاء الله. يعني اكيد كما قلت لك الانسجام بدا تيحصل ما بين اللاعبين، تتسنى مقابله لهي يعني ادغال افريقيه، كلشي تيعرفهم، يعني مقابله ما غاديش تكون سهله، غادي نمشيو لتما باش نجيبوا التاهيل ديالنا. يعني غادي يعني تنحاولوا ان شاء الله في هاد الشامبيونز ليغ اننا نديروا مسيره جيده. البطوله تختلف على الشامبيونز ليغ، تنتمنى كما وتنواعد الجمهور الودادي ان الفريق ديالو جاي وجاي وان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو مستقبلا.